حياكم الله أعزائي الطلبة. في سؤال لأحد الطلبة، طلب منا تمثيل الشبكة المعكوسة وكتابة A نجمة B نجمة و C نجمة بدلالة A و B و C على التوالي، وطلب منا أيضا إيجاد الزوايا ألفا نجمة وبيتا نجمة وغاما نجمة، علما أن ألفا وبيتا تساوي 90 درجة وغاما تساوي 120 درجة. قبل أن نجيب على هذا السؤال، لنستذكر مع بعض ما هي الشبكة المعكوسة. قلنا الريزو ريسيبروك، شبكة معكوسة أو تسمى في بعض المراجع الشبكة العكسية، هي تمثيل يعني وهمي إن صح التعبير، وليس لها مدلول فيزيائي، لا أوكان سونس فيزيك. إذن سير دو كوا، ما في ماذا تفيدنا؟ قلنا في ترجمة إن صح التعبير وتفسير النتائج التجريبية لحيود الأشعة السينية. فالتصوير الإشعاعي طبعا يتم مباشرة في الشبكة المباشرة ويحدد مواضع الذرات، فيأتي تفسير هندسي أو رياضي في بالشبكة المعكوسة لريزو ريسيبروك، والذي يعني ظهر في سنة 1921 عن طريق العالم الألماني إيفالد، طبعا بعد ظهور وانتشار الأشعة السينية وظهور علم البلورات. اكتشاف الأشعة السينية سنة 1895 العالم الألماني فيلهام رونتجن. المهم، الشبكة المعكوسة هي تمثيل للشبكة المباشرة وتكون على النحو التالي: أولا A نجمة B نجمة و C نجمة لها نفس المبدأ، أو لهم نفس المبدأ مع الشبكة المباشرة، شبكة مباشرة A و B و C، طبعا أشعة هنا، هذه الشبكة المعكوسة يكون لها نفس المبدأ، قلت مع الشبكة المباشرة، هنا معكوسة وهنا مباشرة أو عكسية، هنا الشبكة العكسية. أيضا يكون A نجمة عمودي أرتغونال أو perpendicular أرتغونال على B و C، و B نجمة يكون عمودي على A و C، أما C نجمة فيكون عمودي على ماذا؟ على A و B. إضافة إلى ذلك، من خواص الشبكة المعكوسة أن A في A نجمة يعني برودوي سكاير جداء سلمي يساوي الواحد، ويساوي أيضا B في B نجمة، ويساوي C في C نجمة، طبعا قلنا تساوي الواحد. أما الزوايا فألفا زائد ألفا نجمة تساوي بيتا زائد بيتا نجمة، وتساوي غاما زائد غاما نجمة، وتساوي 180 درجة، عفوا 180 درجة. إذن نرجع إلى ما طلب منا، ولنقوم مثلا بتمثيل الشبكة المعكوسة. فلدينا A بهذا الشكل، B بهذا الشكل، و C بهذا الشكل. لاحظ هنا 90 درجة 90 درجة، وهنا الزاوية غاما 120 درجة. هذه يعني أرضي، هذا أرضي، مثل يعني باب مثلا يفتح بهذا الشكل غاما. قلنا أن A نجمة تكون عمودية على B و C، هذا هو B وهذا هو C، فA تكون بهذا الشكل، هذا B هذا B عمودي عليه وهذا C عمودي عليه، فتكون بهذا الشكل.
هذه هي A نجمة. أما B نجمة فقلنا تكون عمودية أرتوغونال على A و C، هذا هو A وهذا هو C، تكون عمودية عليه أي تشكل زاوية قائمة مع A، إما هكذا لا يمكن أن تكون مع C ولكن تكون أرضية بهذا الشكل. هذا هو ماذا؟ B نجمة. أما C نجمة فقلنا تكون عمودية على كل من A و B، تكون عمودية على A و B اللي هما أرض هنا، فتكون إما نازية إلى الأسفل على محور Z، على محور Z، فتكون بهذا الشكل، عفوا بهذا الشكل هنا، هذه هي مطابقة للC، لدينا ماذا؟ C نجمة. هذا بالنسبة إلى تمثيل الشبكة المعكوسة. ومن أجل كتابة A' وB' وC' بدلالة A وB وC نستعمل هذه العلاقة مباشرة، فلدينا A في A نجمة هنا برودويستالير لهذا الشعاع، طويلة هذا الشعاع يساوي الواحد، يعني أن A نجمة يساوي واحد على A، وواحد على A هنا يساوي A في ماذا؟ في هذه الزاوية بين A، بين A و A نجمة هذه الزاوية 30 درجة، هذه الزاوية كلها هي 120 وهذه الزاوية قائمة 90 درجة، يعني 30 درجة، يعني كوسينوس 30 درجة، وتساوي واحد على A جذر 3 على 2، جذر 3 على 2 وتساوي 2 على A جذر 3، 2 على A جذر 3، إذا ضربنا في جذر 3 تصبح هنا جذر 3 وهنا 3A. إذا أعطانا قيمة A فنجد A نجمة، يعني بدلالة A، يعني على A، على A، وهي في الحقيقة وحدة قياس أس ناقص واحد، أو على مثلا نانومتر أو على سنتيمتر أو نانومتر، وحدة قياس يعني ميكرومتر أو إلى غير ذلك، فبالتالي أو يعني تساوي قيمة معينة A ناقص واحد، يعني هذا بالنسبة إلى A كيفية تحديد A، A قد تكون قيمة على A وبالتالي على وحدة مساحة. بالنسبة إلى B بنفس الطريقة، لدينا B في B نجمة تساوي واحد، يعني أن B نجمة تساوي واحد على B وتساوي واحد على A، على B عفوا، بين B و B نجمة هذه الزاوية أيضا 30 درجة، لاحظ أن هذه الزاوية هي أيضا 30 درجة، فB كوسينوس ماذا؟ كوسينوس 30 درجة، ونتحصل على 2 جذر 3 على 3B. أما C فC ضرب C نجمة يساوي واحد، يعني أن C نجمة يساوي واحد على C، يعني هنا زاوية، يعني كوسينوس هذه الزاوية صفر أو يعني 360 درجة، فتساوي واحد، وتساوي هنا ماذا؟ كم؟ واحد على C مباشرة. فC نجمة تساوي واحد على C. هذا بالنسبة إلى تحديد ماذا؟ تحديد A نجمة، B نجمة، وC نجمة بدلالة A وB وC. بالنسبة إلى الزوايا قلنا أن ألفا زائد ألفا نجمة أو ألفا ستار أو ألفا إطوال تساوي 180 درجة، يعني أن ألفا
نجمة تساوي 180 ناقص ألفا، يعني تساوي 90 درجة. 180 ناقص 90 تساوي بي على 2. أما الزاوية بيتا أو بيتا زائد بيتا نجمة تساوي 180 درجة، يستلزم أن بيتا نجمة تساوي 180 ناقص بيتا نفس الطريقة، فنجد أن بيتا تساوي 90 درجة. بالنسبة إلى جاما زائد جاما نجمة تساوي 180 درجة، يستلزم أن جاما تساوي 180 ناقص جاما التي هي 120 درجة، وبالتالي تساوي 60 درجة. وبالتالي نكون قد حددنا الزوايا مدى ألفا نجمة وبيتا نجمة وغاما نجمة. هذا فقط باختصار وبسهولة الإجابة على هذا السؤال. إذا كان لديكم أي سؤال أو استفسار يعني أرسلوا لي عبر البريد الإلكتروني أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أو إذا تم نشر هذا الفيديو في القناة الرسمية للمدرسة فاكتبوا لي في التعليقات، وبالتوفيق للجميع وشكرا.